من اول يوم الحد ولحد وقفه العيد، عيد سعيد على الجميع. هنبيع بسعر موحد، جمله ونص جمله وقطاعي كله بسعر الجمله، قطعه زي 1000، يعني القطاعي بقى بسعر الجمله والجمله كده بقت من اول قطعه. وكمان هنشغل عروض ام 1000 جنيه اللي كانت شغاله في العيد الصغير، عشان المحلات والمسوقين واي حد عايز ياكل عيش يعرف يشتغل من ورانا. لو انت اول مره تشوفنا، احنا مكتب اوتلت، ودي صاله عرض العينات عندنا، شغالين جملة ونص جملة وبيعات، بواقي تصدير وبواقي مستورد وبواقي مصري وكمان سيليهات، وساعات بيعات ستوك بس بنبيعها بالقطعة، ما بنشتغلش لبالة ولا مستعمل ولا بالكيلو، ولا شغلنا درجة تانية. وبفضل ربنا علينا بقينا ترند بواقي التصدير في مصر. مش انا اللي بقول كده، دي محركات البحث وجوجل والفيسبوك هو اللي بيقول. ما هي خبرة 32 سنة خلتنا نعرف نشتري صح الصح، ومنين وفين وازاي. وابو 10 تلاقيه عندنا بستة، وممكن تلاقيه بخمسة كمان. فاتحين البيع قطاعي وبنفس سعر الجملة، وتنقي ألوانك ومقاساتك براحتك. وعشان التنقية دي كنا قافلين الشحن للقطاعي، دلوقتي الشحن متاح للقطاعي لو فاتورتك معدية ال 500 جنيه. مش بس كده، لو الفاتورة معدية ال 1000 جنيه الشحن هدية من عندنا مجاني، بس تحديد المقاسات مسؤوليتك انت. نيجي بقى للجملة، الجملة الطبيعي والبديهي ان الصنف ما يقلش عن دستة اللي هو 12 قطعة. لو فاتورتك دست يعني 12 قطعة فيما فوق في كل صنف، ليك عندنا 10% مشتريات هدية بسعر القطاعي، والشحن كمان مجاني لو الفاتورة معدية الألف جنيه. ندخل على النص جملة، هتتحاسب بسعر الجملة، دي الميزة الوحيدة اللي ليك لو أوردرك أقل من دستة، ولو فاتورتك عدت الألف جنيه الشحن كمان مجاني. لعميل الجملة والنص جملة غير متاح تختار لون ومقاس، حقك طالما هتدفع فلوس تعرف بتدفعها في ايه. هنبلغك الوان ومقاسات الصنف، لكن ما ينفعش تقول عايز اللون الفلاني او مش عايز المقاس الفلاني. ونسيت اقول لعميل القطاعي اللي من ابرز المعجبين عندنا على الصفحة اللي الفيسبوك هو اللي محدده، عشان الراجل جدع معانا وتعليقات ولايكات ومشاركات، انه ليه عندنا 10% مشتريات هدية على اجمالي قيمة فاتورته بسعر القطاعي. تعرف منين ان انت منهم؟ تنزل تكتب اي تعليق لو جنبك شارة ابرز المعجبين تبقى انت منهم. ومعلش بخصوص السداد، في حالة الشحن بناخد الفلوس كاملة مقدم، عذرا اللي بنكسبه مش مستاهل يتأخر لنا فلوس 10 و15 وساعات 20 يوم، غير الطوابير والمشاوير والإكراميات، مش مستاهلة كل وجع القلب ده. من هنا بقى هبدأ أفرجك على عروض الألف جنيه اللي اتكلمنا فيها لو انت عايز تاكل عيش، وهديك فكرة برضو عن المعارضات عندنا على الطبيعة مش صور. وما تنساش تراجع الروابط اللي مكتوبة في البوست فوق مع الفيديو، هتفيدك كتير. وما تبخلش علينا بالتفاعل، يعني مشاركة وتعليق وإعجاب، ولو ديسلايك يعني مش إعجاب برضو علق، بس اكتب لنا ما عجبناكش ليه. بسم الله، هنا بقى هنبدأ نتكلم على الطبيعة، فيديو قدامك مش صور. دي كده صالة عرض العينات عندنا لأكتر من 600-700 صنف. وردا على اخواتي وحبايبي اللي بيخش على الواتس او على الرسائل الخاص ويقول لي ابعت لي اللي عندك، طب بالله عليك هبعت لك اللي عندي ده كله ما شاء الله تبارك الله ازاي. فعذرا، عندك منشورات الصفحة والروابط اللي انا زهقتكم بيها عليها كل المتاح عندنا، لعدم امكانية ان انا ابعت لك حوالي 1500 صورة غير الوصف والشرح بتاع كل صنف من دول. فعذرا في البداية كده للاخوة الافاضل اللي بيبعتوا لي رسالة ابعت اللي عندك، فابعت لك ايه؟ طب قول لي ابعته ازاي؟ انا عايز اشتغل ومش عايز اضايق حد، بس ابعتها لك ازاي؟ ابعت لك 600-700 صنف، كل صنف 3-4 صور، هبعتهم لك ازاي؟ يلا نبدا نخش هنا. ده كده تشكيل المستورد عندنا، تمام زي ما انتم شايفين. كل سنه وانتم طيبين. ده كده شغل المستورد عندنا، بيبدا من 45 جنيه، 48 جنيه، 58 جنيه، 68 جنيه. اغلى حاجه هو التوينز ده البناتي المحير ب 88 جنيه، ونيجي ل 78 جنيه اللي هو الفستان ابو اندر. وبعد كده بقى نخش على المصري، 58 جنيه، 28 جنيه، 33 جنيه، 25 جنيه، 25 جنيه، تمام. وده كده تشكيل كل المستورد. والاطفال كل سنه وانتم طيبين عندنا، ده مش كل الاطفال لكن ده جزء المستورد، تمام. هنا بقى الشرطات بتبدا من 25 جنيه، 36 جنيه، 35 جنيه، 40 جنيه. الشرطات الجنس دي ب 45 جنيه، ده ب 35 جنيه خارج العرض. وهنا كده فكره برضو عن بقيه الاطفال عندنا، تمام. كل اللي انت شايفينه ده كده قسم الاطفال عندنا، كل اللي انت شايفينه ده، تمام. ده كده الاطفال. هنبدا نسرد
عروض الألف جنيه اللي وعدتكم ان احنا هنشغلها تاني. عروض الألف جنيه لو انت خدت بألف جنيه من اي صنف من اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي سواء رجالي او حريمي او اطفال هتشتريه بالسعر اللي انا هقولك عليه دلوقتي. الطقم ده من 2 ل 8 هتاخده ب 25 جنيه، الطقم ده شورت مقلم بناتي لون واحد اورنج هتاخده ب 25 جنيه، الطقم ده سلم بناتي هتاخده ب 30 جنيه، هتاخد التيشيرت ده ب 15 جنيه، هتاخد الليجن ده ب 15 جنيه، هتاخد الشورت المرحلتين ده ب 32 جنيه، هتاخد التانك توب الشيفالي البناتي يلبس لحد اول الحريمي ده ب 15 جنيه، هتاخد البولو شيرت ده ب 22 جنيه، هتاخد التيشيرت ده بانيك سنجل ليكرا ب 22 جنيه. كل ده لو انت خدت ب 1000 جنيه من اي صنف من الاصناف دي. التانك توب ده ب 10 جنيه، سنجل ليكرا خامات قطن كلها ليكرا. كل اللي انتوا شايفينه ده لو خدت ب 1000 جنيه هتاخد بالاسعار اللي انا ذكرتها دلوقتي. لو خدت ب 1000 جنيه هتاخد التيشيرت ده ب 25 جنيه، لو خدت ب 1000 جنيه هتاخد التيشيرت الديزني البواقي تصدير ده ب 20 جنيه، لو خدت ب 1000 جنيه هتاخد التيشيرت البليس البواقي التصدير ده ب 15 جنيه. كل دي عروض ال 1000 جنيه. في غير العروض بقى عندك البولو شيرت ده ب 53 جنيه 3 تطريزات على التيشيرت، عندك ده ب 48، عندك ده محير من 10 ل 16 ب 30، عندك البابلز ده من 2 ل 6 ب 25، عندك التيشيرت ده ب 30، عندك بقى القميص الكلاريون، قميص محترم جدا جودة عالمية وهو فعلا توكيل عالمي يعني. كل القميص ده قميص عيد ب 75 جنيه ما عدا الجينز ده ب 80 جنيه، القميص ده ب 68، البولو شيرت ده دبل بيكا من 10 ل 16 ب 68 جنيه، والقطايه دي اللي على المانيكان اللي بره ب 32 جنيه. تمام، نيجي هنا بقى نخش على الاطفال. الاطقم البيجامة ديزني دي من 4 ل 14 بكم يا علاء؟ ب 40 جنيه، وده كده ب 38، ده كده ب 45، الطقم ده ب 42، الطقم ده لو خدت منه ب 1000 جنيه بواقي تصدير هحسبه لك ب 35 جنيه، ادي الوانه، ده طقم بناتي هحسبه لك ب 35 جنيه. البيجاما الميمي دي ب 55، الطقم الروتري ده الصغير ب 40، الكبير ب 55، حاجتنا الحمد لله يعني في متناول اي حد. هنخش بقى على الاطفال، نتكلم على الليجينات والبناطيل. عندنا مجموعة الليجن القطن دي السوفت دي تنفع لبيت لنادي، دي كده ب 28 جنيه بألوانها كلها. بسرعة ماشي ايدك عليا علشان خاطر الفيديو ما يطولش. نيجي بقى هنا للليجن التايجر ده جينز مطبوع، حتة برضو للعيد حلوة قوي ب 48 جنيه. نيجي بقى للليجن البومة، ده اوريجينال بتاعة التوكيل، بومة اوريجينال يعني تتباع بحوالي 200-300 جنيه في التوكيل، احنا بنبيعها ب 45 جنيه بكل مراحلها من اول شهور لحد اول الحريمي كلها في قلب بعضيها بنبيعها ب 48 جنيه. ننقل على الجينز، فكرة سريعة برضو. برضو عايز اقول ان كل حاجة انا موجودة في الصالة انتوا شايفينها قدامكم معروضة في منشورات منفصلة، كل صنف في صور بشرحه، فهتتعب شوية معلش لان الصفحة عندنا زحمة في ان انت تدور على الصنف اللي انت عايز تشوفه في الفيديو، يا اما تاخد سكرين شوت من الفيديو. عندنا هنا بقى ده تشكيل الجنس الاولادي والبناتي، ما بين بقى جنس وما بين شراويل وما بين شراويل جبردين، كل ده التشكيل البنطلونات الاولادي عندنا. هو فين البناتي يا علاء؟ طب هات لي برضه وريني حتتين ثلاثه كده من البناطيل البناتي. معلش انا فضلت ان الفيديو ده يكون على الطبيعه وصور لان الصور برضه خداعه، فحبيت ارجع ورا شويه، حبيت ان الكلام ده كده موديلات البناتي، موديلات البناتي كبنطلون كلها هنا اهي. تمام، والناحيه الثانيه الاولادي، ودي القطايه اللي جوه ب 32 جنيه من 10 ل 16، وده كده الطقم الميمي اللي شفناه جوه ب 55. في الشورت الفيله ده لو خدت منه ب 1000 جنيه هحسب لك الشورت ب 35 جنيه، هو اصلا ب 40. تمام، الشورت الفيله ده اللي انا افتكرته لما شفته على المانيكان. تمام، ف
كده اديتكم فكرة سريعة عن عروض الالف جنيه. تعالى نبدأ من هنا الحريمي بدل ما ندخل ونخرج. لو خدت بالف جنيه هديك الشورت اللولي ده ب25 جنيه، لو خدت بالف جنيه هديك البرمودة الجبردين البوائي تصدير ده ب25 جنيه. ده برمودة حريمي وفي مقاسات خاصة على فكرة، بس مش لكرة، كل ده ب25 جنيه. اوعى حد يفتكر ان حاجتنا رخيصة فهي عيوب او بالة او درجة تانية، مع كل التقدير اللي بيشتغلوا في الدرجة التانية والبالة. انا لا بشتغل بالة ولا بشتغل عيوب ولا بشتغل درجة تانية. الكاش مايول بواقي تصدير ده لو خدت بألف جنيه هحسبهولك ب22 جنيه. تمام، بديكوا فكرة سريعة، دي مش كل عروض الالف جنيه، ولكن في الرابط، في الروابط هتلاقيني سايبها لك في البوست فوق فيها بقى التفاصيل كاملة، بس انا بديك فكرة بغريك يعني عشان تخش تشوف الروابط. البدلة والتيير دول بواقي تصدير ليدي، مقاسات كبيرة يعني، مش فيها مقاسات كبيرة، ده كده بواقي تصدير. البدلة او التيير دول فيها موديلات يعني بنطلون وموديلات بجيب، الجيب قصيرة شوية، احنا هتعتبر نفسينا ان احنا بنشتري جاكيت بس. لو خدت بألف جنيه هحسبهم لك ب30 جنيه، لدرجة تانية ولا بالة ولا مستعمل ولا الكلام ده خالص، بس احنا ناس ربنا كرمنا بنعرف نشتري صح وبنكسب قليل، هي دي كل القصة. كده ده كده عروض الالف جنيه الحريمي. لو خدت بالف جنيه هتاخد من البادي الحمالة ده بسعر 22 جنيه، لو خدت بالف جنيه هديك البيجامة القط دي ب38 جنيه، لو خدت بالف جنيه هديك التانك توب ده 50 قطعة بالالف جنيه، يعني قطعة ب20 جنيه، لو خدت بالف جنيه هدي لك 30 قطعة من البادي المقاسات الفسكوز ده. تمام كده، لو خدت بالف جنيه هديك البيع الجس والاتش اند ام دي، هحسب لك القطعة ب50 جنيه، يعني هتاخد 20 قطعة بالالف جنيه من كل التشكيل ده. تمام، نيجي هنا بقى، ده البادي الايس كريم اللي هناك ده ب38 جنيه، نيجي البادي الاحمر السنجل ليكرا ده ب48 جنيه، كلها اقطان وكلها 100%. تمام، ده كده البادي التريانوفا بواقي تصدير اوريجينال بتاعه التوكيل ب45 جنيه. تمام، البلورو ده موديلين بزونت وبدون زونت زي ما انتوا شايفينه كده، زراير وبدون زراير، اللي بزونت بدون زراير ب68 جنيه، ودي كده كل الوانه. تمام، نخش بقى على البناطيل. البنطلون دوت لو انت خدت بألف جنيه هحسبه لك، ده بنطلون بواقي تصدير هحسبه لك ب20 جنيه، يعني بالألف جنيه تاخد 50 بنطلون. نيجي هنا للبنطلون ده ب75 جنيه، كمية محدودة، ده ديفيكتو اوريجينال بتاعة التوكيل. مجموعة البناطيل دي فسكوز بيور قطن 100% ب45 جنيه. في ايه هنا تاني؟ نيجي هنا بقى تعالى كده، انا عايزين نشوفه على المانيكان، انا شايفكم عارضينه النهارده على المانيكان. البرمودا السبورتس ده بيعه ربنا كرمنا بيها لتوكيل مركز رياضي في نيويورك في امريكا. تمام، البرمودات دي ب40 جنيه زي ما انتم شايفينها على المانيكان اهي. تمام، البرمودا ده سبورتس ب40 جنيه، والشورت بتاعه ب30 جنيه، برضو نفس الخامات، كلها موديلات رياضية، وبرضو كل اللي انتوا بتشوفوه ده موجود على منشورات الصف. في حاجة تاني كده هنفرجها للناس في الحريمي. تمام، نخش على البيجامات. احنا هنوحد البيجامات في العيد، ده كده ب65 جنيه، البيجامة دي سنجل لكرة مطرزة دي ب85 جنيه، البيجامة القطة دي ب45 جنيه. تمام، البيجامة دي ب75، البيجامة دي بنطلون ب50، البيجامة دي ب65، وهنا بقيت تشكيل البيجامات، اغلب جامعة عندنا ب85 جنيه. تمام، البادي النيفر ده ب45، والبيجامة دي قلنا هنوحدها ب65، البيجامة الاي والنجمة دول كات وشابونيز ب75، الموديل البادي ده اسمه سلاب، 4 موديل ظهر لي بره يا علاء كده وظهر لي الحتة الخضرة دي، كل الموديلات سوري ما فيش مشكلة، ده كده كل اللي انتوا شايفينه ده 4 موديلات ب45 جنيه، ال4 موديلات ده كتف مفتوح. تمام، دي كده كانت فكرة سريعة، ومعلش انا مستعجل علشان الفيديوهات ما تضايقش الناس، ولكن لو عايز تشوف التفاصيل هتلاقيني سايب لك الرابط فوق. برضو هنا الرجالي، كل دي عينات الجنس والجبردين والشراويل الرجالي اللي عندنا.
هنشغل عرض الألف جنيه اللي هو بألف جنيه بألفين جنيه في البنطلون تاخد عشرين بنطلون متشكلين ما بين جينز وما بين جبردين وما بين شروال، تقدر تاخد اتنين من تلاتة لكن ما تقدرش تاخد العشرين بنطلون صنف واحد، يعني عايزهم جينز وجبردين ماشي، عايزهم جينز وشروال ماشي، جبردين وشروال ماشي، شروال وجينز ماشي، لكن ما ينفعش تاخدهم صنف واحد. جميل كده. كل الجينز اللي هتشوفوه قدامكم ده كده بسرعة، لا بسرعة بسرعة، كل الشراويل اظهر لي شروال بره كده بس عشان الضغط في وسط البناطيل، فمظهر ده كده الشروال قصاد جبردين تمام، وبنطلون جبردين برضو ظهره لي بره كده تمام، ده كده شغل الجبردين وشغل الجينز بسرعة كده. فكرة بقى كده علاء بسرعة عن ال 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 الشراويل الإيطالية، الشراويل البنجالين ده كده ب 88 جنيه، ده شروال كاجوال، ده كده الشروال ده بألوانه موجودة كلها ب 75 جنيه، وده كده الشروال البنجالين أبو 78 بثلاث ألوانه، الشروال الكاردونيه ده كده الشروال الكاردونيه ده ب 68 جنيه تمام كده، مفيش حاجة تانية هنا. هنا بقى الجنس ده تشكيل الجنس، الشروال الجنس ده ب 115 جنيه على الطبيعة اهو قدامكم، ده ليكرا قطن 100%. خلاص بقيت الكلام بقى دي كده العينات ما شاء الله تبارك الله، بقيت العينات بقى تقدر تشوفها على منشورات الصفحة أو في الفيديوهات اللي هسيب لك الروابط بتاعتها. بص بقى هنا ده كده تشكيل كاجوال عندنا تمام كده، ده كده القميص ده ب 68 جنيه، البولو شيرت التركي ده ب 68، لو خدت 30 قطعة هحسبه لك ب 60 يعني الكرتونة 30 قطعة ب 1800 جنيه، البولو شيرت ده ب 78، التيشيرت ده ب 60، البنجالين ده ب 55. هنا بقى عروض ال 1000 جنيه في الرجالي، هنقول لك ان انت لو خدت من البادي ده 30 قطعة هيبقى واقف عليك البادي ب 33 جنيه، البيجامة دي ب 80 جنيه الدولفين اللي لونه عكسه، التيشيرت ده ب 38 جنيه لو خدت ب 1000 جنيه، القطاية دي ب 20 جنيه لو خدت ب 1000 جنيه تمام، وده كده شغل البولند بير علشان المصايف. هنا برضو عرض ال 1000 جنيه من كل التيشيرتات الكاجوال اللي هعرضها عليك دلوقتي قدامك اهي، كل ده كده لو خدت ب 1000 جنيه هتاخد 25 قطعة، لو ب 1000 جنيه هتاخد 25 قطعة تمام، يعني تقف عليك القطعة بحوالي 40 جنيه، والبولو شيرت التصدير ده برضو لو خدت ب 1000 جنيه هتاخد 25 قطعة، التيشيرت ده مقاسات خاصة كان ب 48 خليناه ب 38، لون واحد اسود لحد 4 اكس تمام، والتيشيرت ده ب 35 جنيه تمام. لو خدت ب 1000 جنيه هديك من القط والنص كم الهيرن التصدير ده 50 قطعة، تقف عليك القطعة ب 20 جنيه قط، فدي فانيلا مش طقم، ونص كم الاتنين مع بعض 50 قطعة ب 1000 جنيه. ودي كده كانت فكرة سريعة. المايو هنا ده ب 45 جنيه حوالي 10 ألوان تمام كده، دي كانت فكرة سريعة للمتاح عندنا وعروض ال 1000 جنيه. التفاصيل هتلاقيها أكتر في الروابط اللي أنا سايبها في البوست فوق. بنعتذر الشحن عندنا كان موقوف للقطاعي، فتحناه عشان ما نكررش الكلام، ليه انا باخد الفلوس مقدم عشان مش مستاهل عطلة، القياس عذرا غير متاح في المكتب لتطبيق مبدأ السلامة اولا، انا مش عارف كل الناس اللي جاية لي احسن مني مليون الف مرة، بس انا مش عارف برضو اللي جاي لي ده مش وده مكتب مش محل، فغير متاح القياس. نسيت اقول لكم ان الشورت الجينز ده ب 85 والبيجامه دي ب 68 حريمي، والبيجامه دي فري سايز بنطلون ب 55 تلبس لحد 80 كيلو، والبيجامه دي اللي شفناها جوه ب 88، وطقم اللانجري ده لو خدت ب 1000 جنيه هحسبه لك ب 12 جنيه ونص، وعندنا موديل تاني هنفرشه النهارده ب 25 جنيه حاجه اعلى شويه. نيجي نتكلم على القياس في المكتب غير متاح عذرا لتطبيق مبدأ السلامة اولا. مبدأ السلامة اولا ده مجننا، بس المفروض والله زي ما انتم شايفين ده كلور مخفف وكلور مركز للارضيات والسلم بتاع العمارة وكحول وهاند جيل،
كل ده احنا بصوا احنا الساعة 8 صباحا، وبصوا احنا العين موجودين لوحدينا. بصوا اعزكم الله بنقلع الشباشب بره حفاظا على الموكيت، وانه ما يكونش يحوي اي حاجة تضرنا او تضر الناس اللي بتزورنا. فاحنا بنطبق مبدأ احنا قاعدين لوحدينا والناس لابسة كمامات. تعالى يا استاذ انت، وبص يعني احنا قاعدين لوحدينا، احنا بنحافظ على نفسينا وبنحافظ عليك. فدي حاجة ما تزعلكش، دي حاجة المفروض تقدرها فينا وتبقى جاي المكان مطمن. نظام التسويق عندنا مختلف شوية، نظرا لأننا أنا شاري رخيص قوي بفضل الله علينا وربنا يديمها نعم، وبكسب من جنيه لأربعة جنيه. لما بحط خمسة جنيه على بنطلون جينز بحس أن أنا سرقت الناس. فأنا ما عنديش مجال أن أنا أدي لك خصم أو أديك عمولة نظير شقاك وتعبك وشغلك. فأنا عندي نظام التسويق، عندي أخوة أفاضل شغالين بالنظام اللي جاي ده. عندك الصور، عندك الفيديوهات، عندك الأصناف، بتبدأ أنت تبيع لحسابك بالتاجر. أنا مش عايزك تكون مناول يعني وعمولة، مع كل التقدير للناس اللي شغالة بالعمولة، أنا عايزك تتاجر. فأنت بتعمل بتعتبر نفسك اشتريت مني على الصورة وبتسوق المنتج وبتزود مكسبك بنفسك، انا ما بفرضش عليك حاجة. انت شايف ان الحتة دي وعميلك يستحمل انك تزود عليه 2 جنيه زود، لا الحتة دي وعميلي ما يستحملش اكتر من جنيه، العميل مش مستحمل اكتر من 3 جنيه، توكل على الله، بيع نفذ اوردرك، اعمله بلغنا بيه ننفذه لك، يتم الاوردر، عمولتك محفوظة، مكسبك اللي انت هتبلغنا بيه احنا بقى اللي هنبقى مسوقين ليك، احنا اللي هننفذ لك الاوردر واحنا اللي هنبيع لك مش العكس. كده اسمها تجارة، تمام، مش اسمها كوميسيون. مع كل التقدير لاي حد عايز ياكل عيش ايا كانت طريقته، سواء كوميسيون سواء عمولة، انا بقدر اي حد وفوق دماغي اي حد عايز ياكل عيش. فده نظام التسويق عندنا، انت اللي بتبيع وانت اللي بتسوق لحسابك وانت اللي بتحدد مكسبك وانت اللي بتتعب وبتبلغنا ابعتولي البضاعة في المكان الفلاني وانا بعتها بالسعر الفلاني، انتوا تاخدوا حقكم وحقك بيكون محفوظ عندنا. بعد ما بيتم الاوردر بيتحول لك بالطريقة اللي تناسبك. وانتظروا بقى في فيديو هينزل كمان يومين ثلاثة كده او ممكن في اجازة العيد، لاي حد عايز يعمل مشروع الملابس ويفتح محل، تعمل ايه وازاي من الالف لليه، من اول ما تفكر لحد يوم الافتتاح. تمام، نيجي بقى نتكلم على عروض القطاعي. القطاعي ابرز المعجبين، لو انت منهم ليك عندنا 10%، نص جملة هنبيع لك بسعر الجملة، الجملة اللي هي 12 قطعة فيما فوق ليك عندنا 10% مشتريات هدية بسعر القطاعي، كل الهدايا بسعر القطاعي. تمام، ردا على الرسالة تبعت اللي عندك والموديلات اللي عندك زي ما انت شفت كده. طب هبعت لك ايه؟ تمام، رسائل الصفحة، عندنا برنامج الكتروني في العروض بيبعت رسالة اوتوماتيك لكل من راسلنا على الصفحة. استغربت ان انا بطلب ان لو الرسالة مزعجة بلغنا، لقيت حوالي 5-6 انفار بعتولي ان الرسالة مزعجة. طب الرسالة مزعجة، حضرتك اللي مرسلنا وحضرتك اللي طالب من عندنا تعرف اسعارنا وعروضنا، فدي كانت حاجة اندهشت لها. الشحن مجاني لو اوردرك معدي الالف جنيه، سواء قطاعي او جملة او نص جملة. القطاعي فتحنا الشحن ليه بس تكون الفاتورة معدية 500 جنيه، وتنقية الالوان والمقاسات على مسؤوليتك، عشان زي ما انتوا عارفين ان احنا ما عندناش تبديل لتطبيق برضو مبدأ السلامة وضغط الزيارات جوه المكتب. تمام كده، ما عنديش حاجة تاني اقولها. كده اللي عايز ياكل عيش ملكش حجة، انت كده الجملة بقت بالنسبة لك مفتوحة من اول قطعة. التنقية متاحة للقطاعي، لكن للجملة والنص جملة زي ما انا قايل في بداية الفيديو حقك تعرف الالوان والمقاسات، بس ما ينفعش تضرنا وتقول لي عايز اللون ده ومش عايز المقاس ده. كده انا قلت كل اللي عندي. يا رب يكون الفيديو دمه خفيف وكل سنة وانتو طيبين وما كنش اسقلت عليكم بطول الفيديو، بس انا معذور والله، يعني انا لو سردت كل اللي عندي هقعد ساعتين. ربنا يوسع عليكم وعلينا يا رب. كل سنة وانتو طيبين، عيد سعيد. وكان معكم محمد عمارة من مكتب اوتلت. سلام عليكم.